بسم الله. The arteries and veins of the lower limb. هنا عندنا بداية الـ arteries of the lower limb، يعني من تبدي بدايتها، من الأبدومينال أيورتا اللي مثل ما تشوفون بهاي الصورة. الأبدومينال أيورتا تقريبا at the level of L4 vertebrae تنقسم إلى قسمين، إلى right to left common iliac artery. Right to left common iliac artery بعدين ينقسم إلى قسمين تقريبا at the level of the sacroiliac joint، إلى external iliac، زين هذا اللي جاي أشر عليه، وانترنال اليك. انترنال اليك يروح قبل للبلفيك فيزرا، يزود لنا البلفيك فيزرا، ما لنا دخل بهذا. والاكسترنال اليك يستمر يطب at the mid of the inguinal ligament، يعني تقريبا النص ما بين الانجوينال، بين الانتيرير سوبرير والبيوبيك تيوبركل. من يعبر الانجوينال ligament يتحول الى ما يسمى بالفيمورال ارتري. زين، فالفيمورال ارتري هو المين بلد فيزلز اوف ذا لور لم. هنا تبدا القصه، بدايه الفيمورال ارتري. زين، الفيمورال ارتري مثل ما قلنا هو المين ارتريال سبلاي اوف ذا لور، هو عباره عن كونتينيويشن مثل ما قلنا اوف اكسترنال اليك ارتري. يطب الثاي مثل ما قلنا بيهايند الانجوينال ليجمنت ات ذا ميد انجوينال بوينت، يعني midway ما بين الانتيرير سوبرير اليك سباين مثل ما قلت لكم and the symphysis pubis. زين عيني، مثل ما تشوفون هنا بالصوره هاي الانجوينال ليجمنت. زين، الريليشنز بالنسبه للفيمورال ارتري بيكون بالفيمورال تراينجل، يعني شنو الستركتشرز ريليتد اله. الارتري بالبدايه يكون اول ما يطب يعبر الانجوينال ليجمنت يكون superficial covered only، يكون covered only by skin and fascia. زين، posteriorly related to hip joint and separated from it by psoas muscle. زين، وميديالي related to the femoral vein، ولاترالي related to the femoral nerve. زين، هاي relations بالنسبة للfemoral artery من يدخل منطقة الfemoral triangle. زين، نهاية لوين الفيمورال ارتري؟ طبعا هذا الحكي احنا كله ماخذيه، يعني حاكي لكم اياه من طيناكم بالعمل الانتيرير والميديال كومبارتمنت، هاي مجرد اعاده، يعني جنرال فيو للبلد سبلاي اوف ذا لور لمب، جنرال فيو. فانتم رغم ذلك من جاي تاخذون ريجن ريجن بالنسبه للعملي والسيمينارات، جاي يصير بيها تفاصيل اكثر من هذا الحكي اللي جاي نحكي. فهذا بس مجرد جنرال فيو، يعني هي هاي المحاضره كلش بسيطه. زين، الارتري ينتهي لوين؟ passing through the adductor canal مثل ما تعرفون، اللي هي موجوده في الديفكت هياتس بالانسيرشن مال الادكتر ماجنس، سميها الادكتر هياتس. فيخرج من الادكتر هياتس ويتحول الى ما يسمى الى popliteal artery من يدخل منطقه البوبليتيال فوسه. زين، البرانشز مالته زين بالنسبة للفيمورال ارتري سبلايز، أول شيء يعطينا في السوبرفيشال برانشز سبلاي اللور ابدومينال وول، سبلاي الثاي والاكسترنال جينيتاليا ثرو ذا فولوينج برانشز، هذن حكيناهن بالعملي اللي هن السوبرفيشال ابيجاستريك، سوبرفيشال سيركونفلكس، والسوبرفيشال اكسترنال بودندل والديب اكسترنال بودندل، هذن تقريبا أكثرهن شفناهن بالعملي. هاي ذن السوبرفيشال برانشز. زين، والديب برانش اللي هو المين وبيج بيجر برانش هو الديب ارتري اوف ذا ثاي، نسميه البروفندا فيموريس، البروفندا فيموريس اللي هو هذا هنا. وهسه نجي على البرانشز مالته بالنسبه للبروفندا فيموريس. زين، البروفندا فيموريس اللي هو المين ارتريال سبلاي تو ذا ثاي، ات ارايزز من اللاترال lateral posterior it arises from the lateral side of the femoral artery، طبعا lateral and شويه posterior، passes medially behind the femoral vessels. شو يعطينا؟ يعطينا البرانشز مالت اللي هن هذني الميديال واللاترال circumflex و circumflex arteries، مثل ما تتذكرون هذا الميديال يروح posterior وشفناه حتى بالعملي، واللي يجي انتيرير هذا اللي هو اللاترال. زين،
وش يعطينا بعد من ينزل البروفندا فيموريس؟ يعطينا perforating arteries اللي هي تقريبا أربعة. It ends by becoming طبعا هن ثلاثة لكنه الاندينج مالته يعتبر الاندينج مال البروفندا فيموريس يعتبر as a fourth perforating artery. perforating يعني perforate الادكتر ماجنوس على مود النيوترينت البوستيرير كومبارتمنت واللاترال كومبارتمنت يعطي نيوتريشن الهم ذن البيرفوريتنج برانشز. زين اكو فد موضوع قبل ما نحول قبل ما نحول البوبليتيال ارتري يعني بالنسبه لمنطقه الثاي اكو فد انستموسز مهمه. اول انستموسز مهمه هي ما تسمى بالكروشيت انستموسز. كروشيت يعني مثل شكل الصليب وشلون تصير والمن تزود تزود لنا هاي الكروشيت انستموسس supplies blood to the lower limb in case of ligation of the femoral artery. ليش شلون؟ لانه it is formed by the union of medial and lateral circumflex arteries وياهن الانفيرير gluteal artery اللي هو برانش يجي من الانترنال iliac artery والفيرست perforating artery. يعني الميديال واللاترال سيركونفلكس والفيرست بيرفوريتنج برانش هذني عبارة تابعات المن للفيمورال ارتري لكنه الانفيرير جلوتيال ارتري المن تابع للانترنال الياك ارتري. فبهالحاله راح يصير فد كونكشن ما بين الاكسترنال كومن الياك والانترنال كومن الياك. فاذا صار لايجيشن بالفيمورال ارتري اللي يعوضه منه الانفيرير جلوتيال اللي جاي من الانترنال الياك. فهاي فائدة الكروشيت انستموسز. هذا مكانها يصير تقريبا جهة الاتروكنترز مال جهة اللاترال سايد اوف ذا هيد اوف ذا فيمر. جهة الاتروكنترز اكثر شيء العفو النك والاتروكنترز يعني الجريتر والليسر اتروكنتر هنا مكانها هذا مأشر عليها. It forms anastomosis between then he forms anastomosis ما بين البرانشز مال الاكسترنال والانترنال الياك ارتريز. زين اكو اذر انستموسز مهمه ايضا موجوده بمنطقه الثاي بالبروكسيمال بارت مال الثاي. زين اللي هي شو نسميها التروكنتريك. من اسمها تروكنتريك انستموسز جهه الجريتر تروكنترز جريتر تروكنتر. It is formed from anastomosis of branches of the medial and lateral circumflex femoral arteries. Its main function هو to supply the head and the neck of the femur. هنا الميديال واللاترال سيركونفلكس فيمورال ارتريز يسوون انستموسس جهه التروكنتر. ليش شنو فائدتهم؟ على مود اخاف ينقطع واحد من عندهن الاخر هو اللي يزود الهيد اوف ذا فيمر. والهيد اوف ذا فيمر كلش مهم اذا راح النيوتريشن مالته ممكن يصير نيكروسيس للهيد ويسوي لنا مشكله بالنسبه للهيب جوينت. زين إذن two important anastomosis. زين الكانوليشن هذول جماعة القسطرة القلبية دائما يستعملون الفيمورال ارتري as a site for cannulation. يخلون كانولة هنا جهة الفيمورال. فهو إذا ما يعرف الاناتوميكال سايت مال الفيمورال ارتري ما يقدر يخلي الكاثيتر. كاثيتر هي عبارة شلون عن صوندة ويطببوها وياها حديدة يطببوها من هنا من الفيمورال ارتري وتصعد بعدين للاكسترنال للكومن الياك وللايورتا وتطب جهه الليفت سايد اوف ذا هارت. قبل ما تطب الليفت سايد هنا طبعا على مود يسوون شوف علاج للكورونري ارتريز هاي بعدين تاخذوها ان شاء الله المرحله الخامسه والسادسه. فهاي معناتها الكانوليشن اوف ذا فيمورال ارتري اللي هي يستعملوها لقسطرة الكورونري ارتريز مال الهارت على مود يفتحوهن اذا كان بيهن انسداد عن طريق يطببون كانونه من الفيمورال ارتري ويصعدون بيها ومن خلال هاي الكانونه يفتحون الكورونري ارتريز. فهاي اذا ما تعرف الاناتوميكال سايد مال الفيمورال ارتري ما تقدر تطبب هذا الكاثيتر من خلال هالمكان هذا. زين الفيمورال بلس ايضا شلون تقدر تسوي بلسيشن؟ طبعا انت اذا ما تعرف الاناتوميكال سايد مال الفيمورال ارتري ما تقدر تتحسس البلس. شلون بالراديال ارتري انت شلون تروح جهه الراديال سايد مو تروح جهه الاولنر سايد؟ ليش؟ لان تعرف الراديال ارتري هو جهه الراديال
راديال جهة اللاترال سايد اوف ذا فور ارم. فالفيمورال بلسيشن تعرف وين تخلي ايدك على مود تتحسس البلسيشن اوف ذا فيمورال ارتري. بالبيت يقول لك بالبيت جاست انفيرير تو ذا ميد انجوينال بوينت. او مرات نستعمله يفيدنا اذا صار سيفير بليدنج كاتنج، مثلا واحد انقص الفيمورال ارتري عنده او انقص من جهه البوبليتيال ارتري، انقص الارتري وصار سيفير بليدنج، تقدر انت شو تسوي؟ تضغط حيل على الفيمورال ارتري بطريقه على مود تقلل البليدنج اللي يصير جوه. زين؟ by pressing the artery directly posterior against the superior ramus والفيمورال هيد على مود تقلل البليدنج الديستال بليدنج اللي صاير. عفوا. هسه نجي لل continuation of the femoral artery. قلنا ينتهي at the adductor hiatus يتحول الى ما يسمى بالpopliteal artery. The continuation اللي هو عبارة عن continuation of the femoral artery, it is the deepest structure in the popliteal fossa posterior to the popliteal vein and tibial nerve. هاي اخذناها بالcontents مال الpopliteal fossa. يعني شوفون هنا tibial nerve صاير posterior. طبعا هنا نقول posterior مو anterior مثل ما تشوفوا. ليش؟ لان according to anatomical position فالtibial nerve هنا صير posterior وanterior الى الفين ومور anterior الهن للثنين اللي هو الارتري، فهو المور anterior side. زين يكون closed to the capsule of the knee joint البوبليتيال artery. ينتهي البوبليتيال artery ends مثل ما قلت لكم بالعملية at the lower border of the popliteus muscle. ينقسم الى قسمين. زين عيني هنا هاي البوبليتيوس muscle مثل ما تشوفون بالصورة جوا، هذا البوبليتيال artery. ف at the lower border of the popliteus muscle ينقسم الى قسمين، الى anterior و posterior tibial arteries. هاي اللي هنا تنتهي قصة البوبليتيال ارتري. زين البرانشز اللي يعطينا اياها البوبليتيال ارتري خلال الكورس مالته هن ماسكولار برانشز، ويعطينا 5 جينيكولار برانشز تو ذا ارتيكولار كابسول اند ليجمنتس اوف ذا ني جوينت. الجينيكولار برانشز هن عباره عن جينيكولار انستيموسيس تصير اراوند ذا ني جوينت. شنو فائدتها؟ اذا هاي اذر انستموسز موجوده باللور لين، بالاضافه الى بالاضافه الى الانستموسز التروكنتريك انستموسز والكروشيت اللي ذكرتها قبل شويه. هاي انذر امبورتنت انستموسز. هاي الجينيكولار انستموسز تكون اراوند ذا ني جوينت مثل ما قلنا، ات كومبنسيت فور ذا ناروينج اوف ذا popliteal artery during prolonged flexion of the knee. من تتربع انت دائما تربعون رجلكم تقعد قاعدة التربيع هاي اللي دائما نقعد احنا بيها المجتمع الشرقي يصير constriction للارتريز هذني. فهاي طبعا اذا انت قاعد فترة طويلة فصير مشكلة. فهذا الانستموسيس الجينيكولار انستموسيس هو الجينيكولار انستموسيس قلنا يصير عن طريق البوبليتيال ارتري، وفائدته قلنا من يصير prolonged flexion of the knee joint على مود يعوض لنا النيوتريشن اوف ذيس ريجن. زين البوبليتيال بلس، اذا هسه صار عندكم بلس ثاني. يعني انت من تفحص ما عندك بس الراديال بلس، عندك اذر بلس، عندك الفيمورال وهسه البوبليتيال. شوفوا هنا هاي الصوره كلش حلوه شلون جاي نسوي بوبليتيال بلسيشن. طبعا نسوي سلايت فليكشن للني جوينت، وشون تخلي اصابعك الثلاثه الاندكس والميدل والرينج فينجر زين من الايدين اثنين من جهه الايدين، وتضغط حيل على البوبليتيال فتحس بهالطريقه هاي البلسيشن اوف ذا بوبليتيال ارتري. ليش؟ بيكوز اوف ذا ديب بوزيشن اوف ذا ارتري اتس بلسيشن ار بيست فيلد ان ذا انفيريور بارت اوف ذا بوبليتيال فوسا بالانفيريور بارت. هير ذا ارتري از ريليتد تو ذا تيبيا. الويكينج اور لوس اوف ذا بوبليتيال، يعني اذا حيست فد ويك بلسيشن انت تتحسس النورمال بالبدايه. اذا حسست النورمال اذا حسيت صار اكو ابنورمال بلسيشن بي فهذا ساين على انه اكو مشكله وين عندك بالفيمورال ارتري. اكو فيمورال ارتري اوبستركشن يعني احتمال ثرومبوسيز او احتمال اكو فد ثرومبس بالارتري جاي يسد لنا الارتري اوف ذا فيمورال ارتري وجاي يوصل البلسيشن للبوبليتيوس. فهنا
ايضا ذول اطباء الباطنيه او الجراحين يسوون عمليه ما يسمى بالقسطره، قسطره الشرايين، يعني يفتحوها هاي الشرايين اللي يصير بها انسداد. زين، هسه قلنا تنتهي القصه مال البوبليتيال ارتري، هذا لور بوردر اوف ذا بوبليتيس مسل، ينقسم الى انتيرير وبوستيرير تيبيال. الانتيرير تيبيال ارتري وين راح يروح؟ It is the smaller terminal branch of the popliteal artery، يكون اصغر من البوستيرير. يطب الانتيرير كومبارتمنت مال الليج ان كومباني ويا من ويا ديب بيرونيال نيرف، ويا ديب بيرونيال نيرف اللي هو برانش اوف ذا كومن بيرونيال نيرف. يزود لنا منو الانتيرير تيبيال ارتري؟ يزود لنا ستراكشرز بالانتيرير كومبارتمنت اوف ذا ليج والدورزم اوف ذا فوت. ينتهي نهايته وين؟ ينتهي at the ankle joint midway between the two malleoli lateral والميديال where it becomes يتحول الى ما يسمى مثل ما تشوفون هنا بالصوره الى ما يسمى بالدورزالس بيدس ارتري. فالدورزالس بيدس ارتري النوبه يمشي على التارزال بون وبعدين ينتهي ما بين التو ميتاتارزال بون الفيرست والسكند ميتاتارزال، فهنا نسميه الدورزالس بيدس ارتري. زين، الدورزالس بيدس ارتري مثل ما تشوفون هاي بالصوره زين عيني، it is the main source of the blood supply of the toes للاصابع، يزود لنا الاصابع كلهن مال الفوت. زين، begins in front مثل ما قلنا of the ankle joint as the direct continuation of the anterior tibial artery. It is superficial in position، يعني يكون superficial، نقدر نتحسس البلسيشن مالته معنى هذا الحكي. It passes to the first interosseous space، يعني ما بين ال first وال second metatarsal bone. زين، where it divide it passes to the first where it is divide into a deep plantar artery to the sole to join the plantar arch and the first dorsal metatarsal artery. شنو معنى الكلام؟ هذا ال dorsalis pedis artery يعطينا branch نسميه deep plantar artery. هذا deep plantar يسوي joining للبلانتر ارشز اللي موجوده بالبلانتر سيرفيس اوف ذا فوت. زين، على مود يسوي وياها انستيموسيس ويا ايضا الفيرست دورزال ميتاتارزال ارتري. زين، هو يستمر بعدين يزود لنا التوز اوف ذا فوت. زين، ايضا هنا عندنا اذر بلسيشن صار ثلاثه، عندكم الفيمورال والبوبليتيال بلسيشن والدورزال سبيد بيدس بلسيشن، هذا مثل ما تشوفون بالصوره. It is easy to be felt being subcutaneous over the tarsal bones ما بين التندنز of the extensor hallucis longus والاكستنسر ديجيتورم longus. بعض الناس some people have congenitally non palpable dorsal speedus pulse. بعض الناس يعني انت اذا ما حسيت البلسيشن خلي ببالك، تراكو بعض الناس ما عندهم دورزال سبيدس ارتري، يعني هي شغله كونجنتلي، يعني ممكن تصير هاي، انه قلنا اكو هواي فاريشنز. زين، ذا انومالي از يوجوالي بايلاترال، فانت اذا ما حسيت البلس مال رجله مال رجل وحده تروح للرجل الثانيه، اذا هم ما حسيته لا تخلي ببالك انه اكو انسداد بالشرايين، عنده مشكله انسداد بسبب ثرومبوس او فشي، لا تحسس الجهه الثانيه، اذا لقيتها هم ما موجوده فهذا ترى كونجنتلي نن بالبابل دورزال سبيدس ارتري. واضح؟ يعني هذا عده اناتوميكال فاريشن، لكنه اذا شفت جهه واحده ما بيها بالسيشن لا، هذا يقول عده فد مشكله، يعني اكو فد ثرومبوس، اكو انسداد بالشريان. A diminished or absent dorsalis usually suggests vascular insufficiency، يعني عدم كفاءة الشرايين، يعني اكو مشكلة، اكو انسداد معناته. Resulting from arterial diseases، يعني مثل ايش الارتيريال ديزيزز؟ مثل الاثيروسكليروسز، تصلب الشرايين، او ثرومبوسز، ارتيريال ثرومبوسز، موجود هالشيء هذا. تاخذوه ان شاء الله توصلون مرحلة الرابع والخامس. زين، هسه هاي بالنسبه للبوستيرير، بالنسبه للانتيرير تيبيال، بالنسبه للبوستيرير تيبيال ارتري اللي هو الاذر اندنج برانش اوف ذا بوبليتيال ارتري، هو اللارجر، ذاك قلنا سمولر الانتيرير، تز لارجر تيرمينال برانش اوف ذا بوبليتيال ارتري، بروفايد ذا مين بلاد سبلاي تو ذا بوستيرير كومبارتمنت اوف ذا ليج اند ذا سول اوف ذا فوت. زين، اتس لور بارت از كفرد باي سكين اند فيشيا اونلي. ينتهي وين؟ ينتهي باي ديفايدنج، ينقسم الى قسمين،
مثل ما تشوفون هنا بالصورة. زين هاي posterior view طبعا، هذا posterior view، هذا هو posterior tibial artery. زين عيني جاي يعطينا هذا fibular artery، فهنا يكون posterior to the medial malleolus، ينزل من يوصل the plantar surface of the foot ينقسم إلى قسمين، إلى medial و lateral plantar arteries. البرانشز اللي يعطينا إياها خلال طريقة، يعطينا nutrient artery to the tibia اللي هو the largest nutrient artery of the body، يعطينا هذا النيوترينت صغيرون يكون عفوا للتيبيا، ويعطينا calcaneal arteries للكالكينيوم اللي هو واحد من التارزال بون supply the heel، الهيل هو الهيل مال الكالكينيوم بون. زين ويعطينا peroneal fibular artery اللي هو هذا ايضا large artery، هذا يروح جهة الفيبيولا. زين اللي هو largest and the most important branch، لانه ليش most important؟ ايضا يزود لنا ال posterior compartment اضافة لل lateral compartment of the leg، وحكيت لكم اياها شلون ليش يعطينا perforating branches هذا الفيبيولار artery، the perforating branches to supply the lateral compartment of the leg، وحكيتها شلون لكم بالعملي. زين it supplies nutrient artery to the fibula ومسكولر branches to the muscles of the lateral and posterior compartment of the leg مثل ما قلنا. زين ايضا عندنا other pulsation، هذا pulsation ايش قصار عندنا؟ الرابع اللي نقدر نتحسسه باللور ليب اللي هو posterior tibial artery. شوفوا هنا الصوره شلون جاي يتحسس pulsation بالاندكس وال middle finger posterior لل medial malleolus، medial malleolus يتحسس pulsation of the posterior tibial artery taken posterior in postero inferior to the medial malleolus، يعني البوزيشن مال البلسيشن ان ذا جروف ما بين المالولس والهيل، هاي الهيل وهاي المالولس، فما بيناتهم هذا كجروف تقدر تتحسس البلسيشن اوف ذا بوستيريور تيبيال ارتري. الفلكسر ريتيناكيولم ماست بي ريلاكسد باي انفرتينج ذا فود، اكو هنا فلكسر ريتيناكيولم ما بين الميديال مالولس والهيل، فشويه يسوي له ريلاكسيشن. زين شلون؟ يسوي انفرشن للفود على مود يصير الريلاكسيشن، فالبلسيشن على مود يوصل لك بوضوح. زين يعني تقول للمريض شويه رجليك عوجها للداخل، تقدر تتحسس البلسيشن اوضح. فالبلسيشن اوف ذا posterior tibial pulse is essential for examination patient with occlusive peripheral arterial diseases. نفس الحكي يعني يفيدنا ايضا بالperipheral arterial diseases، يعني يصير occlusion بسبب thrombus او any cause of diseases. زين البلانتر ارتريز، البلانتر ارتريز هنا الميديال واللاترال اللي هي ending branches of the posterior tibial artery. الميديال بلانتر نهايته شلون تصير؟ الميديال بلانتر هو السمولر terminal branch of the posterior tibial artery. It supplies mainly the muscles of the great toe and gives most plantar digital arteries. زين يعطينا and gives most of the plantar digital arteries. Well, it is superficial branch supplies the skin of the medial side of the sole. هذا بالنسبة للميديال plantar artery. يزود لنا أكثر المسلز مال التو، جهة التو، المسلز اللي جهة التو. وgives plantar digital artery أيضا. واحد تقريبا يعطينا. اللاترال plantar اللي هو larger، يكون أكبر مثل ما تشوفوا هنا بالصورة. زين. At the base of the fifth metatarsal bone curves medially to form شي سوينا سوينا مثل ما تشوفون at the base، هذا the base of the first metatarsal bone، هذا المتatarsal bone at the base مالته راح يسوي curving، نسوي curving يسوينا شكلها شكل الارش يصير. نوبا هذا الارش شي يسوي؟ completed هذا الارش completed by a medial branch of the medial plantar artery and the branch from the dorsalis pedis artery. هذا البرانش اللي يجي من الدورسالس بيدس artery وهذا الميديال برانش مال الميديال بلانتر artery، يتكمل عندنا الارش هذا نسميه البلانتر ارش. هذا الارش شنو فائدته؟ supplies the skin والفاشيا والمسلز in the soul والبلانتر، يعطينا بلانتر ديجيتال arteries اللي هذني 1 2 3 4 5 تقريبا، هذني نسميهن بلانتر ديجيتال ارتريز. هذني شي يسوون؟ يسوون نيوتريشن للادجسنت سايد مال التوز
كلهن مال الفوت تقريبا. زين هسه نجي للفينز، حكينا الارتري. الفينز اوف ذا لوور ليم ار كلاسيفايد، نقسمهن الى ديب وسوبرفيشال. سوبرفيشال فينز اللي حكيناهن احنا واكثر من مره تطرقت لهن، اللي هن الجريت، طبعا هذا مختصر مال الجريت سافينس فين جي اس في، والاس اس في السمول سافينس فين، اللي هن المين سوبرفيشال كوتينيوس سبكوتينيوس سبكوتينيوس فينز او سوبرفيشال فينز. الديب فينز شنو ترتيبهن؟ ترتيبهن انه ديب تو ذا ديب فيشيا، مثل ما قلنا، and accompany all major arteries الفيمورال والبوبليتيال as femoral and popliteal veins. Superficial with deep veins يعني finian, they have valves which are more numerous in the deep veins. بيهن valves. ذن الvalves شنو؟ يخلن الدم يمشي باتجاه واحد، ما يخلن الدم يرجع. وهسه نقول ليش، هسه نحكي هذا الحكي. The blood passes from superficial to deep veins. زين عيني؟ يعني البلد يخلن هذني شنو وظيفتهن الفالس؟ وظيفتهن يخلن الدم يمشي من السوبرفيشل للديب فينز، ومن الديب فينز يصعد وين؟ باتجاه القلب، باتجاه الرايت سايد اوف ذا هارت. زين هاي وظيفة الفالس، ما يخلنا يرجع. اذا خلنا يرجع هنا راح تصير عندنا مشكلة، وهسه نقول شنو هي المشكلة اللي تصير. زين اللونج السوبرفيشل فين اوف ذا بادي اللي هو من وين؟ جريت سافينس فين، هو اللونجست سوبرفيشال فين. يبدي منين؟ يبدي من الميديال اند اوف ذا دورزال فينوس ارش، اكو هنا على الفوت، على الدورزال، على الدورزال سايد اوف ذا فوت. اكو ما يسمى شون بالهاند، من اخذناها بالابر لم، اكو ما يسمى بالدورزال فينوس ارش. زين الدورزال فينوس ارش على جهه، يمشي على جهه الميديال سايد اوف ذا لور لم، يصعد يصير بالبداية posterior to the medial malleolus as the medial marginal vein as the medial marginal vein. زين عيني على جهة ال posterior to the medial malleolus. Then ascends in front، العفو in front مو posterior، in front of the medial malleolus accompanied by the saphenous nerve اللي هو branch، واللي هو cutaneous nerve يجي من ال من ال femoral nerve. زين يمشي وياه posterior to the medial condyle، posterior to the medial condyle of the tibia، العفو of the femur، بعدين يستمر لفوق يوصل منطقة الساي posterior to the medial condyle of the femur. ينتهي لوين؟ ينتهي بالfemoral vein. It because of its ينتهي بالfemoral vein، طبعا يسوي للهاي الكريبريفوم فيشيا هنا اللي موجودة بالفيشيا لاتي، يسوي لها piercing ويطب الfemoral vein. هاي نهاية الـ Great Saphenous Vein. Because of its constant position in front of the medial malleolus, it is used for the saphenous venous cut down, especially in infants with obese with shocked patients. شنو معنى هذا الحكي؟ الـ Great Saphenous Vein مو يمشي قلنا anterior medial malleolus، فيكون more superficial in this region anterior to the medial malleolus. يكون more superficial يعني جوا السكن مباشرة، حتى يكون واضح الكونجستشن مالته. هنا هذول يستعملوه الاطباء از افينوس كت داون، يعني مرات هذول الاسمان ما تقدر تحصل له كانونه بايديه ولا بايديه الثانيه، لا اليسرى ولا اليمنى، وحتى برجليه ما تقدر تحصل له كانونه، تخلي الكانونه على مود تطيف لويد اذا عنده مشكله. زين منهم اكثر شيء ذول الانفانتس، لان عندهم شحم جوا الجلد هواي، فما يكون الفينز مالتهم مال الأبر لم واضح، والأوبيس أيضا يكونون مور فاتي، والشوك بيشنت لأن الفينز مالتهم تكون كولابست مسدود بسبب أنه فاقدين سوائل هواية، فالفينز تكون كولابس. لذلك شي يسوون هنا الكانونة يقدرون يحصلوها من جهة فينوس كت داون، يعني نقصد كت داون الكانونة، نقدر نحصل كانونة من جهة الجريس سافينوس فين من هاي المنطقة اللي هي الانتريور تو ذا ميديال مالولس. حتى بالحروق من تصيرون اطباء ان شاء الله روتاتورية، بالحروق تقدرون تسوون فينوس كت داون، يعني تخلون كانونة بهاي منطقة الجريس سافينوس فين انتريور تو ذا ميديال مالولس. هاي خلوها ببالكم. زين
passes through the saphenous قلنا opening العفو هاي من below the lateral to the medial tubercle هاي ال drainage مال ال great saphenous vein حكيناها هاي زين هسه نجي ال other superficial vein اللي هو ال small saphenous vein يبدي originate from the lateral of the lateral side of the dorsal venous arch زين عيني اللي هو هذا مثل ما تشوفون جهة ال lateral side of the dorsal venous arch يصعد behind the lateral malleolus along the middle of the back of the leg زين of the middle of the back of the leg بعدين ينتهي لوين ينتهي بال popliteal vein و it may join the great saphenous vein احيانا يسوي joining يعطي joining posterior to the leg ويا من ويا the great saphenous vein مثل ما تشوفون ذني الفينات من وراء يسوي ممكن joining with the great saphenous vein لكنه هو نهايته وين نهايته بالpopliteal vein or bifurcates احيانا يصير بي bifurcation يعطي many branches هو ال small saphenous vein لكن هذين البرانشز عباره مو برانشز كلهم عباره عن تريبيوتاريز حقيقه وان برانش واحد من البرانشز هو تو ذا جوين للجريت سافينس فين اند اذر جوينز البوبليتيال فين يعني ممكن لكنه المين درينج مالته هو للبوبليتيال فين زين الفيني كوميتنتس اللي هن الديف فينز مثل ما تعرفون عندنا الديب فينز مال الابر ليم ايضا هي عباره عن فيني كوميتنتس يعني ما نقدر نقول popliteal vein tibial vein باللور ليم مثل ما بالراديال بالابر ليم الراديال ارتري والولنر ارتري ما نقدر نقول راديال فين او اولنر فين لا فيني كوميتنتس اللي ويا 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 التيبيال ارتريز وفيني كوميتنتس ويا popliteal artery وفيني كوميتنتس ماكو بعد فيني كوميتنتي العفو البوبليتيال بالفيني كوميتنتس ويا التيبيال ارتريز ينتهن بعدين يتجمعن يسوون ابوبليتيال فين والبوبليتيال فين يصعد از ابوبليتيال از افيمورال فين وهكذا فالديب فينز يوجوالي ذي ار بيرد اند اكومباني ذا ارتريز ذي ار كونتيند وذين ذا فاسكولار شيث اوف ذا ارتريز سو ذا ارتريال بولسيشنز يساعد to compress and move the blood the veins especially during exercise طبعا هاي الفيني كوميتنتس لان تعرف الفين الوول مالته مو قوي من يساعد على الدرينج مالته على مود يصعد الدم البولسيشن مال الارتريز اللي يمشي وياهن وايضا المسلز اللي اراوند ات ايضا تساعد على الكومبريشن مال البلد اللي داخل الفين والصعده على مود جهه الهارت زين اكو ما يسمى بالبرفوريتنج فينز شنو معناته بيرفوريتنج بيرفوريتنج فينز هي penetrated deep fascia close to their origin from the superficial veins they contain valves which are normally allow the flow to blood to flow from superficial to deep veins شنو فائدتهم هاي البرفوريتنج superficial veins هاي مثلا الجريت والسمول سافينس فين يبقى perforating branches يروحن المن يروحن للديب فينز يعني الفيني كوميتنتس مال التيبيال فينز زين لكنه ايضا بهن فالفز وجهه الدايركشن مال الفالف مالتهن هو وان دايركشن يعني من السوبرفيشال للديب ماكو من الديب للسوبرفيشال ما تخلي البلد يرجع زين اذا صارت مشكله بهاي الفالفز راح يصير استرجاع من الديب فينز للسوبرفيشال ويصير كونجستشن وين يصير مشكله عندكم بالسوبرفيشال فينز وتكون مور واضحه اذا كانت مور برونونس وصارت عندنا مشكله بالفالفز هنا اذا مال البيرفوريتنج فينز اذا صارت مشكله هنا راح تصير ما يسمى اذا سامعين بيه بالعاميه يسموه الدوالي يصير ما يسمى بالدوالي هاي اكثر شيء يصير عند النساء فالبيرفوريتنج فينز باس ثرو ذا ديب فاشيا ات ان اوبليك انجل سو ديورينج ماسكولار كونتراكشن they are compressed and this also prevent blood flow from the deep to the superficial veins يعني مو بس الفالفز تساعد على اتجاه الدم من السوبرفيشال للديب لا ايضا طريقه دخول البيرفوريتنج فينز من السوبرفيشال للديب طريقه دخولها والبيرسينج مال الديب فيشا ايضا هي تساعد از ميكانيزم اوف فالفيشن يعني تمنع رجوع الدم من الديب فينز للسوبرفيشال ايضا هاي طريقه منع ثانيه يعني غير الفالفز زين
فاذا الفاريكوز فينز يصير عن طريق ديفكت موجوده بهذا الفالفز مثل ما قلنا. نشوف شلون يصير الدايليتيشن بالسوبرفيشال فينز، هذا صاير وين؟ بالجريت سافيناس فين، شوفوا جهه الميديال سايد هاي، لان الديب البيرفوريتنج فينز مال الجريت سافيناس بهم مشكله. زين، فهي الفاريكوز فينز شنو هي؟ عباره عن دايليتيشن اند ديجنريشن اوف ذا سوبرفيشال فينز اللي هم الجريت او السمول سافيناس فين، ذات مي بي كومبليكيتد باي اوسرز. هذا لان يصير عندكم كونجشن لل فينز هذن السوبرفيشال، راح تضغط على الجلد، من تضغط على الجلد الجلد راح يصير به تآكل، من يصير تآكل به يصير تقرحات جلديه فنسميهن ulcers. more common in the posteromedial part of the lower limb، اكثر شيء موجوده طبعا بالجريس سافيناس فين، يصير عندكم الفاريكوز فينز. result because of incompetence مثل ما قلنا، عدم كفاءه الفالفز in the perforating veins or valves within the great saphenous vein itself، أو مشكلة بالvalves مال great saphenous نفسه. This allows the passage of high pressure blood flow من الديب للسوبرفيشال، فصير استرجاع من الديب للسوبرفيشال، فصير ما يسمى بالvalvicose veins. Deep vein thrombosis هذا فد other clinical hint، أنه الveins مال lower limb يكون subjected to ما يسمى بالvenous thrombosis after a bone fracture، يصير fracture ممكن يصير ثرومبوسيس بالفينز، او بسبب الاستيسيس مثلا تقعد في سياره لفتره طويله، تروح مثلا منا لايران او البصره ورجليك متدندله لانه ماكو حركه عندك، فالاسترجاع مال البلد ما يصير هواي، فيصير شنو الدم يظل بمكانه، وممكن يصير ثرومبوسيس بهن هذني الديب فينز. زين عيني، فهاي راح تسوي لنا مشكله. او مرات سبب الثرومبوسيس يصير بيكوز يصير التهاب بالجدار مال الفين، سميه ثرومبوفليبايتس. فهذا بهالحاله سواء صار بسبب الثرومبوفليبايتس او بسبب انه قاعد فتره طويله وما يصعد الدم، بهالحاله ممكن تصير خثره تصعد المن تصعد لك للبولموناري لللنج. ليش؟ لان الفينز استرجاعها لجهه الرايت سايد، والرايت سايد يرجع لللنج، فممكن الامبولاي تروح المن لللنج وتسوي لنا مشكله. زين، وهذا هو طلاب.